التشكيل المتوقع للأهلي؟ زي ما كنا لسه بنقول من شوية، خلاص يعتبر خط الدفاع وخط الوسط هو استقر عليهم بنسبة كبيرة، وهو المستقرين الماتشات اللي فاتوا باستثناء التغيير زي ما قلنا أليو ديانج، هو تغيير اضطراري بسبب الإصابة. شوية صداع في خط الهجوم، طاهر محمد طاهر يعتبر حاجز مكانه في تشكيل مارسيل كولر. طاهر محمد طاهر لعيب بيدي الكولر اللي هو عايزه، لعيب ملتزم جدا تكتيكيا، بيقوم بالادوار الدفاعيه بشكل كويس، لعيب بدني قوي، فهو محتفظ بمكانه. برونو سافيو شايفينه برده واخد ثقه مارسيل كولر، لعيب عنده مهارات فرديه، نظرته للملعب كويسه وتمريراته كويسه. احمد عبد القادر على الرغم ان هو شارك يعتبر في الاربع مباريات الاولى لمارسيل كولر، لكن لسه ما فيش رضا كامل عن ادائه. في شويه انتقادات من مارسيل كولر نفسه للاعب، انه بيزود بالكره شويه، عنده في قراراته بيبقى فيها نوع من انواع الفرديه، في اوقات كتير بيبقى محتاج الفريق فيها جماعيه، محتاج يزود كمان الجزء الدفاعي بتاعه اكتر. فممكن النهارده المفاجاه اللي ممكن نشوفها او التغييره اللي ممكن نشوفها، اللي حصل الماتش اللي فات ان شفنا محمد مجدي قفشة اساسي قصاد اسوان، فممكن نشوف ده، ان ده يكون مؤشر ان ممكن نشوف النهارده محمد مجدي قفشة مركز 10 ويحول برونو سافيو في الجناح مثلا، ممكن نشوفه. لكن الاقرب ان هيكون احمد عبد القادر بما انه لعب الاربع ماتشات اللي فاتوا. وخط الهجوم في منافسه بين شادي حسين ومحمد شريف، على الرغم ان شادي حسين اظهر اوراق اعتماده لما لعب، سجل وحصل على ركله جزاء في الماتش اللي بعديها ومقدم اوراق اعتماده، لكن في مدربين ممكن يروحوا لمحمد شريف بفضل خبرته في ماتشات الزمالك اكتر. ممكن شويه زي ما بنقول كعبه عالي شويه على الزمالك او محظوظ على الزمالك في الماتشات، كل ما بيشارك بيسجل على الزمالك، ممكن مدربين يشوفوا دي عامل نفسي كويس انه يدي اللعيب في ماتش زي ده. لكن الاقرب برضه حسين. فممكن لما نيجي نقول التشكيل على بعضه، هيبقى محمد الشناوي في حراسه المرمى، في الدفاع اكرم توفيق، محمود متولي، محمد عبد المنعم، علي معلول، نص الملعب حمدي فتحي وعمرو السوليه، قدامهم طاهر محمد طاهر، برونو سافيو، احمد عبد القادر، وفي الهجوم شادي حسين. ده الاقرب لحد دلوقتي، والتغييرات زي ما قلنا هتكون في اضيق الحدود اللي احنا اتكلمنا فيها.